وإياكم الآن إلى ملفنا المخصص للنقاش في الظاهرة الإخبارية، وأرحب بضيفي الكريم هنا في الأستوديو مسعود بن دريدي الناطق الرسمي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرحبا بك معنا سيدي. مرحبا، شكرا على الاستضافة. أهلا بكم معنا وشكرا على قبولكم دعوتنا اليوم في هذا النقاش المخصص لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء وتحديدا في قطاع الفلاحة. تابعنا قبل قليل في هذا العرض حول أبرز التوجيهات التي قام بها رئيس الجمهورية، وأيضا بعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية بهدف دعم الفلاحين بعد الجفاف. إذن بداية، قراءتكم لهذه التوجيهات التي قام بها رئيس الجمهورية، وهل هناك مخطط سينتهجه القطاع بهدف إذن تحقيق كل هذه المساعي؟ شكرا. نقول بلي هذه القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد نهار أمس كانت كفيلة بإثلاج صدور الفلاحين والمستثمرين الفلاحين في مجال شعبة الحبوب. هذه القرارات اتخذت نظير اقتراحات قدمتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع الشركاء، خاصة الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، المجلس المهني المشترك لشعبة الحبوب، وكذلك الغرفة الفلاحية الولائية. كل هذا جاء نتيجة الظروف التي مرت عليها البلاد، نقول مناخية، نظرا للتغيرات المناخية المسجلة خلال 3 سنوات الأخيرة هذه من جفاف من فيضانات. والقرارات هذه جاءت في وقتها، جاءت مع انطلاق حملة الحرث والبدر التي انطلقت كما لاحظتم أمس من ولاية مستغانم. كانت انطلاقة هناك لعملية الحرث والبدر من تلك الولاية الرائدة وتلك الولاية الفلاحية. من بين القرارات التي اتخذت التي أقرها السيد رئيس الجمهورية هي تموين كل المنتجين الفلاحيين في مجال إنتاج الحبوب بالمدخلات الفلاحية، هي الأسمدة وكذا البذور، بدون استثناء. نفس الشيء بالنسبة كولايات الشمال الوطني كولايات الجنوب الوطني. كذلك تأجيل قرض الرفيق لمدة 3 سنوات، والفائدة نسبة على أن تتكفل الدولة بنسبة الفوائد. كذلك هناك تأجيل دفع الإيتاوات المتعلقة بالأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، خاصة المستمرات الفلاحية الجماعية وكذلك المستمرات الفلاحية الفردية. وبالتالي فنقول باللي هناك لن يكون هناك قروض بالنسبة للموسم الفلاحي 23-24 بالنسبة لشعبة الحبوب، لأن الدولة تكفلت بكل المدخلات الفلاحية مع تأجيل قرض القروض السابقة التي هذا القرار أثلج صدور كل المنتجين وكل الفاعلين في القطاع من خلال الذي سوف يعطيهم دفع من أجل المضي في تطوير هذه الشعبة والوصول إن شاء الله إلى اكتفاء ذاتي في مجال هذه الشعبة، خاصة مع تدخل هناك الديوان الوطني للأراضي الصحراوية على مستوى الجنوب في خلق استثمارات على مستوى الجنوب الجزائري، نظرا لتوفر كل الوسائل وكل الظروف من مناخ، من أرضية، ومن منابع مائية. فنقول باللي هناك 3 محفظات قد تم إعطاؤها للمستثمرين الفلاحيين لتطوير هذه الشعب الاستراتيجية كالحبوب، الزراعات الزيتية، وكذا نقول عندنا البنجر السكري وأعلاف الخاصة بتربية الأبقار. وهناك محفظة أخرى سوف إن شاء الله يتم نشرها عبر المنصة الرقمية لديوان الأراضي، تطوير الأراضي الصحراوية ابتداء من اليوم إن شاء الله. طيب السيد بن دريدي، فيما يخص عملية هذه التعويض لقد حدثتنا عن تفاصيلها، طيب كيف ستكون؟ هل قمتم بعملية إحصاء الفلاحين المتضررين، وكيف يتوجه الفلاح إذن ليأخذ هذا التعويض؟ فعلا نحن دق نقول بلي وصلنا إلى مرحلة التعويض نظير كل إجراءات قد اتخذت مسبقا من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن طريق مدراء المصالح الفلاحية على المستوى المحلي،
كذلك الغرفة الفلاحية، اتحاد الفلاحين، تم إحصاء كل المنتجين التي مسهم هذا الجفاف وكذلك الفيضانات من قبل هؤلاء لجنة محلية التي يرأسها كذلك بالتنسيق مع السادة الولاة على المستوى المحلي، وبالتالي فكل الظروف راهي مهيئة من أجل الانطلاق الفعلي في عملية الحرث والبدر. نفس الشيء بالنسبة للبذور ولا الأسمدة، متوفرة على مستوى كافة التعاونيات الفلاحية على المستوى الوطني، وبالتالي فنقول باللي إن شاء الله الفلاحين بدأوا في عملية الحرث، والآن سوف تنطلق عملية زرع البذور إن شاء الله للوصول كما قلنا إلى الأهداف المسطرة من قبل الدولة ومن قبل التي تمثلها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، هي إلى مساحة معتبرة خاصة على مستوى كما قلنا الجنوب، اللي راح إن شاء الله نسعى إلى الوصول إلى مليوني هكتار مسقية لكافة الشعب الاستراتيجية، خاصة بكافة الشعب الاستراتيجية، وتكون هناك كذلك زراعات مناوبة هي الخضروات، اللي رايحين نشوف باللي الجنوب إن شاء الله راح يكون به كافة الشعب الفلاحية من خضروات، من حبوب، من زراعة زيتية، من مادة أولية لإنتاج السكر، إلى زراعة كذلك الأعلاف. فالشغل الشغل لقطاع الفلاحة الآن هو الوصول إلى إنتاج يكون ذا مردود عالي. صحيح. ويكون وتطبيق كذلك أنظمة السقي الحديثة لاقتصاد المياه، وإن شاء الله الوصول إلى اكتفاء ذاتي في هذه الشعب. طيب، هل في رقم لعدد الفلاحين المتضررين من الجفاف؟ والله عندنا عبر الفلاحين الذين مسجلين على مستوى الديوان الوطني للحبوب الوايسي يقدر بأكثر من 94,242 فلاح، إضافة إلى فلاحين آخر، إلى منتجين آخرين إن شاء الله. فكل المعطيات راهي متوفرة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذلك محليين كل المعطيات راهي متوفرة على مستوى مدراء المصالح الفلاحية للانطلاق الفعلي إن شاء الله في هذا التعويض الفلاحين وتزويدهم بالمدخلات الفلاحية، لأن بداية الموسم الفلاحي هو 1 أكتوبر، وهذه القرارات جاءت في وقتها 1 أكتوبر. اللي كما قلت تمنها كثيرا المنتجين الفلاحيين اللي رايحين إن شاء الله ينطلقوا فعليا في بداية الموسم الفلاحي هذا. كذلك كما قلنا للمليونين هكتار اللي رايحين إن شاء الله نسعى لخلقها على مستوى وزارة، على مستوى الجنوب الجزائري، هي بالتنسيق بين الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لوانتيا وكذلك الديوان تطوير الزراعات الصحراوية. طيب، بالنسبة لهذه الأراضي التي ستكون في الجنوب، ما هي أي نوع من الزراعات سيكون في هذه الأراضي؟ هل ستكون مخصصة للحبوب فقط؟ لا، قلنا باللي على مستوى الجنوب راح تكون للزراعات الاستراتيجية. الاستراتيجية هي الحبوب، زراعة الحبوب، كذلك زراعة الزيتية كالتورنوسول دوار الشمس. نعم. كذلك البنجر السكري اللي هناك استثمارات راح تكون في مجال التحويل، راح تكون إن شاء الله على مستوى الجنوب الجزائري. كما قلنا كذلك أعلاف الخاصة بتربية الأبقار، وهناك تناوب للخضروات لروتاسيون ديروها، هي كذلك زراعة الخضروات كالبطاطا كالطماطم إلى آخره. وبالتالي سوف إن شاء الله سوف تكون الصحراء أو الجنوب الجزائري بوابة وقف استيراد هذه خاصة الحبوب، خاصة الحبوب كبوابة من أجل وصول إلى اكتفاء ذاتي إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، فيما يخص الزراعة الصحراوية، ما هي طرق السقي التي سيتم اعتمادها، وهل ربما ستكون هناك دورات تكوينية فيما يخص الطرق الحديثة لفائدة الفلاحين؟ فعلا احنا عندنا معاهد تقنية، وكذلك بتنسيق مع الجامعات رانا نعمل على تكوين الفلاحين على المستوى المحلي، خاصة في مجال استعمال المسار التقني اللي رايح اللي عنده دور كبير في الوصول إلى إنتاج على المستوى المستثمرة، إنتاج ومردود يكون في المستوى. كذلك هناك دعم الدولة على مستوى كافة الوطن، ليس فقط على مستوى الجنوب، من مكننة، من عتاد الري إلى حفر الآبار إلى إنشاء أحواض مائية جيومومبران اللي تروح حتى 43,000 50,000
إلى 100,000 متر مكعب، كذلك أحواض من الإسمنت، وبالتالي فكل إمكانيات وضعتها الدولة الجزائرية للمستثمرين الفلاحيين من أجل تطوير كافة الشعب وخاصة زراعة الحبوب. طيب، والدليل على ذلك هو التقرير الأخير لمنظمة الأغذية والفلاحة الفاو الذي نشر مؤخرا، أين صنفت الجزائر في المرتبة في الخانة الخضراء، أي المرتبة الأولى إفريقيا في مجال الأمن الغذائي وكذلك توفير المواد الغذائية. وهذا خير دليل على أن الدولة الجزائرية التي تمثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية هي ماشية في الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى إن شاء الله تقليص، بداية تقليص فاتورة استيراد كافة المواد التي نستوردها والوصول إلى اكتفاء ذاتي. طيب، بالحديث عن الجفاف وهذه الكوارث الطبيعية إذن التي تحدث في بعض الأحيان وتسبب خسائر فادحة، هل في ربما مخطط استباقي سطرته الوزارة لتفادي النتائج في المستقبل؟ هناك عمل تقوم به الوزارة بالتنسيق مع المعاهد كما قلت، وعندنا المكتب الوطني للدراسات الفلاحية والريفية البنيدار وكذلك الجامعات. عقد مؤخرا هناك عمل تنسيقي مع وزارة التعليم العالي من أجل وضع استراتيجية أو كما نقول خطة لتكثيف الحبوب وتوسيعها على مساحات كبيرة باستعمال كافة الوسائل التكنولوجية والوسائل العصرية. فوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعمل بالتنسيق كما قلنا مع كافة الفاعلين، خاصة عندنا وزارة الري، وزارة الطاقة والمناجم من أجل توصيل الكهرباء إلى المستعمرات الفلاحية للوصول إلى فلاحة عصرية تكون في تطلعات الدولة الجزائرية إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، الحديث دائما عن قطاع الفلاحة والاستراتيجية التي يقوم بها هذا القطاع. طيب، لاحظنا اهتمام رئيس الجمهورية بهذا القطاع، خاصة وأنه الأمن الغذائي أصبح ركيزة وسيادة من رموز سيادة الدول، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية والظروف الدولية التي ربما حدثت في العالم، خاصة في سنة 2022-2023. الآن في خضم كل هذه المساعي التي تقوم بها أو يقوم بها قطاع الفلاحة، ربما ما هي ورقة طريق قطاع الفلاحة في عام 2024 وخاصة فيما يخص تحقيق الأمن الغذائي والاتجاه للتصدير حتى للأسواق العالمية، لما لا؟ كما قلنا احنا عندنا ورقة طريق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لوضع استراتيجية لتطوير كافة الزراعات، كما قلنا الاستراتيجية اللي هي زراعة الحبوب اللي رايحين كما قلنا توسيع المساحات المسقية لنوصلوا إلى 2 مليون هكتار على مستوى الجنوب اللي توفر فيه كل المقومات للرفع من قيمة المردود ومن قيمة الإنتاج. كذلك عندنا الزراعات الزيتية لإنقاص فاتورة استيراد هذه المادة اللي نسعى نجلبوها بالعملة الصعبة على مستوى الجنوب الجزائري وكذلك على مستوى الشمال الجزائري كدوار الشمس كما قلنا. وكانت تجربة هذه السنة كانت تجربة على مستوى الجنوب وعلى مستوى الشمال، أين كان مردود أكثر من مردود التي تحصلون عليه في أوروبا، 25-26-27 قنطار في الهكتار. كذلك عندنا المادة الأولية لإنتاج السكر هو البنجر السكري اللي رايحين نطوروه إن شاء الله مع وجود استثمارات في مجال التحويل على مستوى الجنوب. كل هذا اللي رايح يساعد الفلاحين، والدولة رانا كوزارة الفلاحة والتنمية الريفية رانا في عمل مع كافة القطاعات لتوفير كل الظروف الملائمة وكذلك توفير الدعم المعنوي والدعم المادي والدعم التقني لهؤلاء المستثمرين للوصول إلى اكتفاء ذاتي إن شاء الله، خاصة مع دخول هذه المحفظات العقارية على مستوى الجنوب والمحفظة اللي راح إن شاء الله وضعت على مستوى المنصة الرقمية للديوان الفلاحة الصحراوية. كل هذه الإجراءات وكل الدعم المقدم وكل المرافقة التقنية راح إن شاء الله تكون خير على هذه المستثمرين في مجال تطوير
هذه الشعب الفلاحية والوصول إلى اكتفاء إن شاء الله ذاتي. طيب كسؤال ختامي لحضرتكم وبالحديث عن الاستثمار الفلاحي خاصة مع العقار الفلاحي مثل ما أشرتم ودخول قانون ترقية الاستثمار الجديد حيز التنفيذ وعديد التحفيزات للمستثمر اليوم سواء الأجنبي أو حتى المحلي، إذن ما هي التحفيزات التي ستقدمها الوزارة لهذا المستثمر خاصة أركز ربما على الفلاحة الجنوبية؟ والله كل الظروف راهي وضعت وهيئت للمستثمرين من اجل الانطلاق الفعلي في هذه الاستثمارات من خلال توفير العقار الفلاحي، المرافقه بالدعم الفلاحي على مستوى تلك المستثمرات، هناك قروض على مستوى البنوك، كل خاصه منها في مجال تطوير كما قلنا الزراعات الاستراتيجيه، فعلى مع المستثمرين الى التقرب من الديوان الفلاحه تطوير الفلاحه الصحراويه وتسجيل انفسهم من اجل الاستفاده من هذه والاستفاده من الامتيازات اللي وضعتها الدوله الجزائريه لتطوير هذه الزراعات. كذلك نقول باللي عندنا في مجال الاجراءات المتخذه في توفير موادات الاستهلاك الواسع للمستهلكين، نقول باللي عندما يكون هناك ارتفاع في الأسعار من غير المعقول أن تكون، أن نعطيك على سبيل الذكر في مجال اللحوم البيضاء الكيلوغرام يصل إلى 600 دينار جزائري، مع العلم أن تكلفة الإنتاج اللي قامت بها المعاهد التابعة لوزارة الفلاحة تكلفة الإنتاج الكيلوغرام هو يقدر ب 240 إلى 260 دينار جزائري مع 23%، هذه كأحشاء، ونخليكم تشوفوا الفرق بين القيمة اللي يباع بها اللحوم البيضاء أي الدجاج الكيلوغرام والشارج تاعها. فبهذا الصدد فوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أي السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية قام بإعطاء تعليمات إلى الديوان الوطني لتغذية الأنعام من أجل وضع أعلاف مدعمة وأعلاف في متناول هؤلاء المنتج المربين لاقتنائها، وكذلك قمنا ببيع هذا المنتوج عن طريق الديوان الوطني لتغذية الأنعام إلى المستهلك بثمن 350 دينار جزائري، وهذا بأمر من السيد رئيس الجمهورية. كذلك هناك تسقيف، راح يكون هناك ما نقول وضع سعر مرجعي للمواد هذه ذات الاستهلاك الواسع، كما وضع تسقيف للحبوب والبقول الجافة وكذلك للحليب المبستر، سوف يكون هناك كذلك وضع سعر مرجعي للبيض واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء إن شاء الله. إن شاء الله، جزيل الشكر لك السيد مسعود بن دريدي الناطق الرسمي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية على حضوركم على اليوم وعلى مشاركتكم في هذا النقاش. شكرا على استضافتك.